هو أمر يثير الإشمئزاز، وتنفر منه النفس الإنسانية السليمة التي لم تدوث فطرتها. أليس في ديننا قول الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ لا شك أن المتحدثين قد تعرضوا لمثل هذه الآية بالشرح والتفسير، ولكنني أراني أقف اليوم معها بمعنى آخر الذي يقتل النفس الواحدة فكأنما قتل الناس جميعا. فالذي قتل هذا الرجل الذي لا ولن يستحق القتل كأنه قتلكم كلكم. ألسنا في الأشهر الحرم؟ ألسنا في حرمة المسجد؟ أليس رسولنا الذي يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم؟ منظومة القيم الإنسانية في هذا المجتمع، ومن لم يكن ذلك ويبحث عن علاقة الشرطة، عن علاقة المدارس، عن علاقة كذا، كلنا شركاء. لذا فإننا نعلن في هذه المناسبة الأليمة عن فقدان منظومة عزيزة علينا جعلتنا نعيش عيشة سعيدة كريمة على مدى الأيام. أعظم الله أجركم في أخلاقكم أيها الناس، ماتت الأخلاق، ترحموا عليها. حتى الدين بدون خلق لا يسوى شيء. وأقول لكم: هنالك أهل دين بلا أخلاق، أو هدفه أن يتمم مكارم الأخلاق. قولوا لي بربكم، عندما يجلس أحدكم مع نفسه ويسأل: كيف ينبغي أن أكون أنا في ضميري في قلبي من أجل أن أدخل إلى مسجد في يوم جمعة وأن أدخل على رجل ضعيف وأن أغرس السكين في جسده حتى تخرج روحه؟ ماذا ينبغي أن أكون؟ هل تؤمن بأن بك شيء من الإنسانية عندما تقوم بهذا الأمر؟ هل يجوز لك أن تفعل بحيوان ليس بإنسان ذو كرامة مثل هذا العمل؟ أبدا. حتى قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الضياء والنور، واجعله من سعداء أهل القبور، واغسله ربنا بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وصل اللهم على سيدنا آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مثل هذه الأعمال التي ما أجازها دين وما أجازها علم اجتماع، وخاصة ونحن نتكلم عن شيخ فاضل له أياد بيضاء لطالما نظر عبير المحبة والسلام والتسامح في ربوع هذه المنطقة جميعا، فكان عمله فاضل ويشار له بالبنان. ولكننا
أمام حدث تقشعر له الأبدان. كيف بربكم يدخلون على شيخ في مسجده وهو يقف في بيت الله؟ كيف يدخلون عليه وبأي حق يمدون أيديهم عليه؟ لا شك يا إخوتي أن القيم والمبادئ والأخلاق أصبحت في خبر كان مثل هذه الأعمال. ولكن إخوتي وأهلي، علينا جميعا أن نكون حذرين في مثل هذه المواقف، في مثل هذه الأعمال، لأن صوت الحق الذي خبأ في هذه الأيام يجب أن يظهر. يجب أن نتوجه جميعا بكل طاقاتنا، بكل رؤسائنا، إلى السلطات أن تهتم لرفع بذور الشقاق التي بذرت في مجتمعنا لهذه الأسلحة ولهذه الكميات الهائلة من الوسائل التي عملها أن تبعد الأخ عن أخيه وتبعد المؤمن عن المؤمن وتشتت الشعب الواحد. ولكن اعلم أيها الإنسان إن ما عملت فمسجل بكتاب إلى يوم الحساب. وأحمد الله أن المرحوم شيخنا الفاضل قد عمل الكثير الكثير لخدمة هذا المجتمع الطيب. وأستشهد بقول من الإنجيل الشريف يقول: طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك يا رب، فذكر الصديق يدوم إلى الأبد. إخوتي وأهلي، أستمطر شآبيب السماء مدرارة من الرحمات على فقيدنا الغالي، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. الله يرحمه ويطول أعماركم جميعا. المسيحية في الرملة الذين ألغوا مسيرات العيد إحساسا وتضامنا واحدا. كل أهل دمعتنا واحدة وأحزاننا واحدة، لا يمكن أن تكون غير هيك. لذلك إحنا جايين حتى نشترك في العزاء. إحنا مش جايين نعزي، ولكن إحنا نشترك في العزاء، خاطر واحد. لذلك إذا أخونا أبو محمد بدش يحكي، بارك الله باسم أخونا أبو محمد رئيس بلديتنا اللي بنعتز ونفتخر فيه، باسم أخونا الناطق الرسمي الدكتور غزال أبو ريا، أخونا أبو رامي كمان معروف إلكو معنا، كذلك أخونا الشيخ أمين بشير معنا، كذلك في الوفد الكريم أخونا حسن طربي رجل أعمال بنعتز ونفتخر فيه، باسمهم جميعا، باسم سخنين أخونا وحبيبنا أبو جهاد اللي الشيخ الفاضل بنعتز ونفتخر في الجميع، وباسم سخنين إذا بيسمح لنا أبو محمد بسمح لك كل شيء كمان مرة، منعزيكم جميعا ومنعزي أنفسنا بفقدان هذا الرمز العزيز والغالي في شعبنا. الله يرحمه ويطول عمره.